نرجع بقى للكلام الجد، والحين في 2016 احنا عملنا عدد من الحوارات المهمة جدا في مقدمتها الحقيقة عدد كبير من الحوارات، لكن انا هقف قدام حوارين. حوار في بداية العام، اعتقد انه كان في فبراير من هذا العام، مع محافظ البنك المركزي السيد طارق عامر، وده كان قبل التعويم بمدة طويلة. وحوار اخر شديد الأهمية مع السيد رئيس الوزراء السيد مهندس شريف اسماعيل، وكان بيتكلم عن الإصلاح الاقتصادي. هل في ضوء في نهاية النفق؟ في ضوء. هنخرج من الأزمة في دي؟ في ضوء طبعا في نهاية النفق. بعد قد إيه يا فندم؟ أنا بقول في خلال 3 سنوات إن شاء الله ممكن جدا إن احنا نصلح المسار الاقتصادي في مصر ويتحسن الموقف بشكل عام. مفيش نجاح بدون جهد وتعب وتضحية وإخلاص. أي نجاح لازم يستتبعه هذا، مش ممكن واحنا قاعدين ما بنعملش حاجة وما بنواجهش مشاكلنا إن احنا هنحقق النجاح. ما فكرتش في ولا مرة طوال السنة اللي فاتت دي إنك تقدم استقالتك؟ لا. في ولا أزمة؟ أنا لا أتخلى عن مسؤولياتي. إمتى ممكن يكون الوقت ده؟ يعني إمتى ممكن لما يتقال لي شكرا. أنا لا يمكن أن أتخلى عن مسؤولياتي. لا يمكن. ليه يا فندم الصمت الطويل ده؟ ليه ما طلعتش للناس تشرح لهم هذه خطتنا، هذه سياستنا، احنا ده طريقنا اللي ماشيين فيه؟ انا طلعت فعلا قبل كده في التلفزيون المصري، وده تاني لقاء ليا، واحنا اتكلمنا في برنامج الحكومه تفصيلا في مجلس النواب، وعرضنا بعض التفاصيل مع الساده في الهيئات البرلمانيه ومع النواب كلهم. يعني انا بقول انه أنا التقيت بفئات كتيرة جدا من الناس السياسيين والاقتصاديين وشرحنا وجهات نظرنا. عايز أقول برضو إن إحنا الحكومة مش رئيس وزراء بس. الحكومة 34 وزير، والوزارات فيها متحدثين رسميين، وإحنا بنتابع كل الأحداث وبنحاول نتواجد على الشاشات وفي الصحف وفي الجرائد بشكل مستمر، نرد على الاستفسارات ونبقى متابعين ومواكبين للأحداث. لكن في جميع الأحوال أنا هكون أكثر حرصا أني أظهر بشكل يعني متوازن، وأن أنا أرد على كل الأسئلة وكل ما يدور في الشارع. أشكرك. لكن يبدو لناس كتير أنه هذا الظهور له علاقة بأزمة، يعني عندما تكون هناك أزمات قد يخرج المهندس شريف إسماعيل بمؤتمر صحفي، لكن بدون أزمات إحنا بنطلعش نكلم الناس. هل لأننا الآن نواجه أزمة اقتصادية حضرتك قررت أنك تكلم الناس، تلتقي بفئات كتيرة؟ وأنا شايف أن حضرتك تلتقي بفئات عديدة. مصر لازم نبقى عارفين أن مصر لديها مشاكل اقتصادية من فترة زمنية كبيرة، يعني دي مش المرحلة الأولى أو الأزمة أو المشكلة الأولى الاقتصادية اللي بتواجهنا. احنا واجهتنا مشاكل اقتصادية في الثمانينات، قعدنا فترة الثمانينات كلها عندنا مشاكل اقتصادية، كان معدلات عجز الموازنة 18% و23%، وفي 2003 كانت أيضا 13%. الدين العام ارتفع في 88 لأكثر من 200%، وأيضا ارتفع في خلال الفترة 92 لحد 95 كان تعدى 130%. فإحنا عندنا مشاكل كتير، لكن إحنا المرة دي صحيح عجز الموازنة من 11 ل 12%، لكن إحنا مش لازم نستبق الأحداث، لازم نجد حلول. إذا كنا عايزين فعلا مصر تتقدم إلى الأمام لازم نحل النهاردة، ويجب ألا ننتظر أن المشكلة تتفاقم ويصبح الثمن لإصلاحها أكبر بكتير. إحنا مقبلين على مرحلة يجب أن إحنا نبقى عارفين أنها مطلوب عمل أكتر، جهد أكتر، إخلاص أكتر، وتضحية، عشان نقدر نتقدم لقدام ونحقق المستقبل اللي احنا عايزينه. القرار الاهم وهو خفض سعر صرف الجنيه امام الدولار بحوالي 14.5%. هذا القرار جاء مفاجاه، اولا النسبه مفاجاه، وايضا ان حضرتك كنت قبلها بيمكن ايام قليله او اسابيع قليله قلت انك لن تقوم بتعويم الجنيه الا اذا وصل الاحتياطي ال 25-30. يعني هذا قرار يختلف تماما عن التصريح الذي قدمته. انا كنت قلت يعني في الحوار اللي عملته، وقلت برضو انا ما اقدرش اكشف عن نواياي. السؤال كان طبعا فيه غير محله، لاني مش ممكن اعطيه الاجابه الصحيحه، وقرار زي ده ما بيتكشفش وما بيتقالش عليه، لكن هو ده كان في ذهننا من بدري، بس احنا بنحاول نرتب له الامور
بحيث ان هو يبقى اثره ايجابياته اكتر بكتير من سلبياته. وحقيقه كان ليه اثار ايجابيه كتير، وحقيقه المجتمع استوعبه جيدا. وهو ما كانش تخفيض العمله، هو كان تصحيح للاوضاع. حضرتك اتكلمت في البيان المركزي بعد هذا الخفض عن مرونه سعر الصرف، وقلت يعني سياسه اكثر من مرونه. ماذا تعني بسياسه اكثر؟ اكثر مرونه عشان تقدر تستوعب المتغيرات الاقتصاديه وتقدر تجيب تفيد مصر واقتصاده من التدفقات اللي في العالم. لان انا يعني لو حافظت على السعر على مستوى معين وثبته وفقدت متنافسيتي كدوله، يبقى انا بظلم الناس، لان البلد دي عندها استعداد كبير للنمو. يعني مصر النهارده لو بصيتي حضرتك في الايكونومست، مجله الايكونومست، رابع اكبر دوله في العالم في التنميه الاقتصاديه. يعني على فكره احنا لو وضعنا كويس قوي، احنا مصر بورصتها لازم تبقى من اقوى البورص الموجوده، البورصات الموجوده، ودي حاجه قابله للتحقيق. قابلة للتحقيق. قابلة للتحقيق. ودي هتفرق، هتعمل وضع وسمعة وتدفقات، وبعد كده يبقى الدولار بقى ب 4 جنيه ولا حاجة ونرتاح من القصة. نستريح من القصة.